عروة رحمة الله تعالى عليه: كيف أسلمك ضيفي؟ هذا ضيف عندي، كيف أسلمك إياه؟ هذا جاري استجار بي، فوالله لو كانت يدي على طفل من أطفال آل محمد ما رفعتها عنه حتى تقطع. لا يمكن أن أسلمك مسلم ابن عقيل. قال: إذن تقتل. وفعلا ضربه على أنفه فسال الدم وأخذ أسيرا مقيدا رحمة الله تعالى عليه، ثم استشهد مع مسلم ابن عقيل. هذا هاني ابن عروة، الرجل المضحي المحب لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. وهنا بدأ الناس يتفرقون عن مسلم ابن عقيل صلوات الله وسلامه عليه، إلى أن بقي وحيدا فريدا ليس معه من يدله على الطريق. دخل إلى المسجد، يقول الشيخ الوائلي رحمة الله تعالى عليه: وخلفه العشرات، صلى صلاة المغرب والعشاء، التفت فإذا ليس معه أحد يدله على الطريق. صار يمشي في تلك الأزقة وهو يحمل درع، يلبس درعه ويحمل سيفه، وقد اشتد به العطش. وصل إلى طريق مسدود، وقف أمام باب دار لامرأة مؤمنة يقال لها طوعة. طرق الباب، خرجت طوعة من بيتها فرأت رجلا غريبا على باب دارها. قالت: يا هذا، من أنت وماذا تريد؟ قال لها: أمة الله، هل لي من شربة ماء؟ دخلت طوعة إلى بيتها، خرجت وبيدها كأس من الماء، شرب مسلم بن عقيل. ثم دخلت طوعة إلى بيتها، خرجت بعد قليل وإذا بهذا الرجل عند باب دارها. خلي هذا المشهد أمامك، تصور حالة مسلم بن عقيل. قالت له: يا هذا، ألم تشرب الماء؟ قال: بلى. قالت: إذن ما وقوفك أمام باب داري؟ فسكت مسلم ابن عقيل، ثم أعادت عليه الكلام مرة أخرى: يا عبد الله، ألم تشرب الماء؟ قال: بلى. قالت: إذن لا أحل لك الجلوس على باب داري. عندها دمعت عينا مسلم بن عقيل. قالت له طوعا: ما هذه الدموع يا عبد الله؟ لم تبكي؟ وهل قلت لك شيئا يؤذيك؟ قال لها: وأي كلام أقصى من قولك: لا أحل لك الجلوس على باب داري؟ أمة الله، هل لك إلى أجر ومعروف أن تضيفينني هذه الليلة؟ ولعلي مكافئك عند أمير المؤمنين عليك. قالت: وما علاقتك بأمير المؤمنين عليه؟ قال لها: أنا مسلم ابن عقيل ابن عم الحسين، خذلني أهل الكوفة. قالت: سيدي، يا لها من كرامة، رجل من أهل البيت في داري. سيدي، أدخل، البيت بيتك والأمة خادمتك. دخل مسلم بن عقيل إلى دارها، بات تلك الليلة بدار طوعة. جاءت إليه
بالطعام لم يأكل، وعند بزوغ فجر ذلك اليوم سمع الطوع وقع حوافر الخيول، دخلت على مسلم قالت: سيدي يا ابن عم الحسين، لقد أتاك لقوم، قم ودافع عن نفسك. تقل يا مسلم لفاك الجيش، قم ودافع يا صندد، أريد أن مراجل عمك تعد. عمك علي بن أبي طالب، قم ودافع عن نفسك. يقل لها: يا طوعة تشجعيني، وبعمي حيدر تذكريني، أنا لرد جمع ليجيني ما دام سيفي بيميني. حمل السيف تدرع بدرعه، وخرج إليهم يقاتل قتالا شديدا، وقد أنهكه العطش وثقل الحديد، وطوعة تناديهم: يا أهل الكوفة ارحموا هذا الغريب، هذا ابن عم الحسين. ومسلم يقاتل قتال الأبطال، ثم التفت إلى طوعة بعدما حفروا له حفيرة، وقع في تلك الحفيرة، قيدوا يديه ورجليه، تقاطرت دموعه، قال له أحدهم: يا مسلم أتبكي؟ إن الذي يطلب ما تطلب لا يبكي. قال: والله لا أبكي على نفسي، وإنما أبكي على الحسين القادم إلى الكوفة. ثم التفت إلى طوعة يقل لها: أرد وصيك يا طوعة بوصية. ما هذه الوصية؟ بلغ سلامي إلى ابنتي حميدة، عندما يأتون بها سبية إلى الكوفة. قالها: يا طوعة اليوم ما تحصل سلامة، أوصيك إن كان بهالبلد طبة ويتامة، قولي ترى مسلم يبلغكم سلام. واجرك على الله والنبي سيد الكون، عظم الله أجوركم. أخذوا سيدنا مسلم بن عقيل مقيدا، أدخلوه إلى عبيد الله بن زياد، قيل له: سلم على الأمير. قال: والله ما هذا بأميري، إنما أميري حسين ونعم الأمير. قالوا له: إنك مقتول، سلمت أم لم تسلم؟ أجركم الله. صعدوا به على قصر الإمارة، توجه نحو الحجاز ونادى: السلام عليك يا حسين. طلب ماء ليتوضأ، صلى ركعتين، استعد للمصيبة يا مؤمن، يا مؤمنة، يا محبون، يا موالون مجلس مسلم بن عقيل الذي أبكى الحسين عليه السلام. جاء رجل يحمل السيف يتقدم من سيدنا مسلم بن عقيل، ضربه على رأسه فقطع رأس مسلم. أيوة مسلما، أيوة سيدا، أيوة غريبا، أيوة عطشانا. ثم رموا بجسده الطاهر على الأرض، ولم يكتفوا بذلك،
إنما ربطوا يديه ورجليه بالحبال وصاروا يجرونه في أزقة الكوفة. وصل الخبر إلى الحسين عليه السلام، جاءه رجلان من الكوفة: سيدي نخبرك سرا أم علنا؟ قال: لا سر على أصحابي، ما الخبر؟ قالوا: لم نخرج من الكوفة إلا ومسلم يجر بالأسواق، إلا وهاني بن عروة يجرونه في الأسواق. عندها قال الحسين: إنا لله وإنا إليه راجعون. أين حميد بنت مسلم؟ جيء إليه بحميدة. يا عمي رد على الطفل اليتيم. يا عمي قلبي ما يحمل هضيمة، قلبي ما يحمل هضيمة. أقول يا أخوة ويا أخوات إن الحسين مسح دمعه حميدة، مسح بيده على رأسها وأساها وعزاها. لكن يا مؤمنين، من الذي مسح على رأس سكينة وعلى رأس رقية؟ من الذي مسح على رؤوس أطفال الحسين؟ يقول المؤرخون: سكينة لما سبيت نادت أباها الحسين، جاء اللعين وضربها على متنها. تقل أبويا أبويا أنا من صحت بويا يضربوني، وإن قلت خويا يشتموني. يشتموني لو كان ينقع للعليل غليله.